واش عندك الحق توقف الواي فاي وقت ما بغيتي الا كان بلا كونطرا. زعما انت كديري معاهم الكونطرا ديال عام عاجل كدوي مع الناس اللي دايرين الواي فاي بلا كونطرا. الناس اللي دايرين الواي فاي بلا كونطرا فاش كتشري الواي فاي كدير معاهم كونطرا ديال عام. كاين مثلا اللي كيشري ديك الواي فاي كيخدم به شهر شهرين 3 شهور ما كيعجبوش الواي فاي شنو كيقول؟ كيقول خصنا نوقفو. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي ندوي على واحد الحاجه متعلقه بجهاز واي فاي. كما كنعرفوا كل مره كندوي على شي حاجه متعلقه بالواي فاي واخا المحتوى ديالي هما لي فلوغ. اليوم غادي ندوي على واحد الحاجه متعلقه بالواي فاي اللي هي الواي فاي اللي بالكونطرا، والموضوع الاساسي اللي هو واش عندك الحق توقف الواي فاي وقت ما بغيتي الا كان بلا كونطرا ولا حتى تسالي 12 شهر ولا الكونطرا اللي درتي معاهم. هذا هو الموضوع ديال اليوم. المهم الا عندك شي سؤال متعلق بالواي فاي ولا عندك شي مشكل متعلق بالواي فاي سيرت لي ميساج في الانستغرام ولا في باج فيسبوك ولا في البروفيل ديال الفيسبوك ولا في التعليق، راه كنجاوب اي واحد. حتى الا كاين شي واحد ما جاوبتوش راه كيكون داك السؤال اللي قال ليا هو يعني انا ما عارفش الجواب ديالو ولا ما غاديش نجاوبك بشي حاجه اللي ما عارفهاش. انا كنجاوب الناس اللي كيصيفطوا لي ميساج ولا في التعليق ولا كلشي شي حاجه اللي عارفه راه كنجاوبو. شي حاجه سولي فيه عليها على الواي فاي، المهم شي حاجه ما عمري جربتها ولا ما عمري شفتها ولا ما عمري جربتها بحال هكا راه ما كنجاوبوش. حتى كنعرف عاد كنجاوبو عليها الاكثر راه كنجاوبو. هذا ما كان. المهم كما قلت لكم واش عندك الحق توقف الواي فاي وقت ما بغيتي؟ زعما انت كديري معاهم الكونطرا ديال عام عاجل كدوي مع الناس اللي دايرين الواي فاي بالكونطرا. الناس اللي دايرين الواي فاي بالكونطرا فاش كتشري الواي فاي كدير معاهم كونطرا ديال عام. كاين مثلا اللي كيشري ديك الواي فاي كيخدم به شهر شهرين 3 شهور ما كيعجبوش الواي فاي شنو كيقول؟ كيقول خصنا نوقفو. في هذه الحاله هذه الا بغيتي توقفو راه ما عندكش الحق توقفو حتى يسالي عام، حتى تسالي 12 شهر، حتى تسالي الكونطرا اللي درتي معاهم. المهم راكم فهمتوا دابا البلان كيفاش جاي. الواي فاي اللي بالكونطرا ما عندكش الحق توقفو حتى يسالي عام. فاش تسالي الكونطرا اللي درتي معاهم او 12 شهر، حيت شري الكونطرا كتكون فيها 12 شهر. فاش كتسالي ديك 12 شهر ديك الساعة تقدر توقفو وقت ما بغيتي، غير كتسالي الكونطرا كتوقفو ديك الساعة نتا وقت ما بغيتي. المهم راكم فهمتوا دابا البلان ديال الواي فاي اللي بالكونطرا. بالنسبة للبلا كونطرا الفيديو الجاي غادي نتوي عليه. غنقول لكم واش عندك الحق توقفو ولا ما عندكش الحق توقفو. المهم انا شرحتها لكم دابا مزيان. شحال من واحد كيصيفط لي ميساج تيقول لي واش نقدر نوقف الواي فاي اللي بالكونطرا، واش نقدر نوقفو ولا ما نقدرش ولا. انا شرحتها لكم دابا مزيان. الواي فاي اللي بالكونطرا ما عندكش الحق توقفو حتى يسالي عام، حتى تسالي 12 شهر، حتى تسالي الكونطرا اللي درتي معاهم. عاد انك عندك الحق ديك الساعه توقفو وقت ما بغيتي. انا دابا شرحتها لكم مزيان مزيان. فاش تسالي الكونطرا فاش تسالي ديك 12 شهر ديك الساعه تقدر توقفو. اما فاش يلاه كتشري الشهر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، المهم الشهور كامل ما تقدرش توقفو حتى يسالي عام، حتى تسالي الكونطرا. هذا ما كان في الفيديو ديال اليوم. يلاه ديروا لايك للفيديو، طابلو فلاشي، صيفطوا لي كومونتير، صيفطوا لي ميساج في الانستغرام باش فيسبوك بروفيل، حطوا لي كومونتير تحت. يا تطلقوا في فيديو الجاي غندوي فيه على الواي فاي اللي بالكونطرا واش عندك الحق توقفو ولا لا. هذا ما كان. يلاه الله.